السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كرة فانز. إذا انتهت قبل قليل لقاءات الجولة 27 من البطولة المغربية، العنوان الأبرز لنسخة البطولة المغربية السنة هو الحماس الندية التشويق. يعني صراحة اللقاءات الثلاثة المتبقية ستكون لقاءات ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة. ولقب البطولة المغربية السنة قلتها من قبل، أقولها أعيدها وأكررها، لقب البطولة المغربية السنة لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، المنافسة على أشدها ولعبة تبادل كراسي مستمرة في البطولة المغربية. في الجولة السابقة الخاسر الأول كان هو فريق الوداد اللي تعادل ضد المغرب التطواني، اليوم الأمور تنقلب، المستفيد الأول والمستفيد الأكبر من لقاءات اليوم هو فريق الوداد البيضاوي اللي كشر على الأنياب ديالو، حقق انتصار كبير وبرباعية 4 ديال الأهداف لهدف واحد على أولمبيك أسفي. الوداد يسترجع المركز الثاني ويصبح على بعد نقطة واحدة من متصدر البطولة المغربية. الوداد يقول أنا حاضر، أنا موجود، سأنافس على لقب البطولة المغربية السنة لغاية آخر رمق. أكبر خاسر من لقاءات اليوم هو فريق نهضة بركان. نهضة بركان وهزيمة مفاجئة على أرضية الملعب ديالو ضد نهضة الزمامرة بهدفين لهدف واحد. قلتها من قبل، تحدث على نهضة الزمامرة، قلت على أن الفريق يجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة وخلق متاعب للوداد وخلق متاعب للوجدة، وحذرت يعني من الخطورة ديال هذا الفريق. يعني نهضة الزمامرة يثبت جدارته، صراحة فريق يستحق على أنه يبقى في القسم الوطني الأول، يقدم لقاءات من العيار الثقيل. كيف ما قلت، هزيمة مفاجئة لنهضة بركان. الرجاء البيضاوي يخرج كما كنقولوا بأقل الخسائر، تعادل هدفين لمثلهما خارج الميدان ضد خصم عنيد مولودية وجدة. يعني العزاء الوحيد بالنسبة لجماهير الرجاء هو أن الفريق ديالهم الرجاء البيضاوي حافظ على صدارة البطولة المغربية، لأنه لو نهضة بركان كان تمكن من تحقيق انتصار كان غيزاحم الرجاء البيضاوي في صدارة البطولة المغربية. ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني انتهى لصالح اتحاد طنجة بهدف لصفر، انتصار جد مهم بالنسبة لاتحاد طنجة، واتحاد طنجة يسير وبقوة للحفاظ على المكانة ديالو في القسم الوطني الأول. حلقة اليوم غنتحدثوا على هذه اللقاءات كلها، يعني غيكون واحد الحديث مختصر بحكم على أن اللقاءات كلهم تلعبوا في وقت واحد. حاولت على أنني نشوف شوية من كل لقاء، نكون واحد الفكرة عامة على كل لقاء. أنتم أيضا ما تنساوش تشاركوا معنا بالآراء ديالكم وبالتعليقات ديالكم، إلا نسيت شي نقطة ما قلتهاش أيضا خليوها لنا في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، إلا عجبتكم الحلقة كما هو العادة ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقة. بالنسبة اللي كيشاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحة ديالنا على الفيسبوك والإنستغرام، غير نخلي لكم اللينك في أول تعليق مثبت. ندخلوا في تفاصيل الحلقة. إذن اللقاء الأول اللي غنتحدث عليه في حلقة اليوم ديربي الشمال اللي يجمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني. تحدثت على هذا اللقاء وقلت على أنه لقاء مهم خصوصا بالنسبة لاتحاد طنجة، الفريق الذي يصارع للحفاظ على المكانة ديالو في القسم الوطني الأول. اتحاد طنجة يواصل تقديم العروض القوية ويحقق انتصار بهدف لصفر على المغرب التطواني، ويحافظ على فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز 15 أولمبيك خريبكا اللي حقق انتصار أيضا. انتصار جد مهم بالنسبة لاتحاد طنجة، كيف ما قلت هذا الفريق يقدم مستويات أكثر من رائعة بعد عودة النشاط الرياضي. الفريق لعب 7 ديال اللقاءات، حقق فيهم 4 ديال الانتصارات و3 ديال التعادلات. اتحاد طنجة آخر 7 ديال اللقاءات لم يهزم قط صراحة. كيف ما قلت، أي واحد كيشاهد اللقاءات ديال اتحاد طنجة غيظن على أن هذا الفريق يحتل يعني مراكز يعني السادس ولا الخامس في البطولة المغربية. لولا البداية المتعثرة لاتحاد طنجة كنا سنشاهد الفريق ينافس على المراكز الأولى في البطولة المغربية. كيف ما قلت، شاهدت بعض الدقائق من اللقاء، لقاءات ديال الديربي كيكونوا مضغوطين، كيكونوا دائما يعني فيهم التدخلات القوية، فيهم الندية، فيهم الحماس، ما كتكون فيهم ذاك الفرجة. اتحاد طنجة تمكن من تحقيق الأهم وهي 3 ديال النقاط، ويسير وبخطى ثابته للحفاظ على المكانه ديالو في القسم الوطني الاول. المغرب التطواني قلت على ان هذا الفريق بعيد كل بعد عن منطقه الخطر، واللقاء يشكل اهميه كبرى بالنسبه لاتحاد طنجه اكثر من المغرب التطواني. اللقاء الثاني اللي غنتحدث عليه هو اللقاء اللي يجمع ما بين نهضه بركان وفريق نهضه الزمامره. يعني نهضه بركان قبل هذا اللقاء كان يحتل المركز الثاني في البطوله المغربيه وعلى بعد نقطتين من متصدر البطولة المغربية الرجاء البيضاوي. وقلت يعني في حلقة ديال التقديم ديال لقاءات ديال الجولة 27، قلت على أن نهضة الزمامرة خصم قوي، خصم يجيد اللعب أمام الفرق
اللي كتحتل مراكز اولى، وقلت على انه خلق متاعب لفريق الوداد وخلق متاعب وانتصر على مولوديه وجده وحذرت من الخطوره ديال هذا الفريق. يعني باش نكونوا كما كنقول باش نلخصوا اللي وقع في هذا اللقاء، هزيمه يتحملها المدرب سكيتيوي، اختيارات غريبه من المدرب. يعني كيف يعقل على اننا هضره بركان فريق ينافس وبقوه للفوز بالبطوله المغربيه السنه، وفريق عنده واحد الفرصه ذهبيه، خصوصا على انه عارف على ان الرجاء عنده واحد اللقاء صعيب ضد مولوديه وجده خارج الميدان، خصك تدخل هذا اللقاء بجميع الاسلحه ديالك، بجميع الاسلحه. دخل اللاعبين اللي متاكد منهم، اللاعبين اللي عطاوك في اللقاءات السابقه، اللاعبين كلهم خصهم يكونوا حاضرين. لما شاهدت التشكيله ديال نهضه بركان صراحه استغربت، يعني بقيت تنشوف التشكيله ونعاودها تنقول واش هذه التشكيله. تقريبا 5 ولا 6 ديال اللاعبين اللي كنشاهدهم رسميين كلهم جالسين في بنك الاحتياط، يعني النمساوي، ياجور، حدراف، العشير، سميتو اللي سجل الهدف الاول، عزيز، هاد اللاعبين كلهم جالسين في بنك الاحتياط. ما فهمش الخطه اللي بغى يلعب بها السكيتي. واش المدرب بدا كيفكر في لقاء الرجاء؟ يعني لو كان هاد المساله صحيحه، يعني لو ان المدرب كيفكر في لقاء الرجاء صراحه خطا لا يغتفر. 4 ديال اللقاءات خصك تلعب كل لقاء بلقاء، يعني ميمكنلكش تفكر انت في لقاء ديال الرجاء ومازال عندك لقاء ضد نهضه الزمامره، فريق يصارع وبقوه لضمان المركز ديالو في البطوله المغربيه. يعني ميمكنش صراحه. اصابني كما كان اصابتني الدهشه لما شاهدت التشكيله ديال نهضه بركان. وايضا لاحظنا يعني في اللقاءات الاخيره غياب لمسه واضحه للمدرب على الفريق. نهضه بركان دائما نقطه القوه ديالو الوحيده وهي الكرات الثابته، يعني يسجل عليك من زاويه ولا ضربه جزاء ولا كما كنقولوا كره خطا، يعني هذه نقطه القوه ديال نهضه بركان. ولكن فين هو ذاك اللاعب؟ فين هما الاختراقات؟ تبني هجمات من وسط الميدان؟ فين هما الاجنحه؟ فين هما العديد من الاشياء؟ يعني صراحه شاهدت بعض التعليقات ديال جماهير نهضه بركان بعد اللقاء، جماهير اصابها الاحباط، وجماهير كانت تعول على الفريق ديالها للمنافسه. يعني البركان يعني لغايه يومنا هذا، يعني لغايه الساعه اللي كنصور فيها الحلقه، يعني ما فقدش الامل للفوز بالبطوله المغربيه. ولكن يعني كيف يعقل على انك تنافس على البطوله المغربيه وانت انهزمتي في الميدان ديالك ضد نهضه الزمامره، لقاء كان في المتناول، بالرغم من انني يعني هذا لا اريد ان استنقص من قيمه نهضه الزمامره، فريق قوي، وشكرت في هذا الفريق وقلت على انه فريق يقدم كره قدم جميله وفريق يستحق البقاء في القسم الوطني الاول. ولكن نهضه بركان انت كتحتل المركز الثاني، لعب في الميدان ديالك، خصك تدخل بالاسلحه ديالك كامله، وخصك تضغط من اول دقيقه الى غايه اخر دقيقه باش تخرج بانتصار مستحق. وشيء اخر اريد ان اضيفه، هذا الفريق هذا هزمك في لقاء الذهاب ب5 ديال الاهداف لصفر. الان الفريق ما خلالك ما تقول، يعني في لقاء الذهاب يمكن الفريق كان عنده لقاءات في افريقيا، يعني الفريق انتصر عليك ذهابا وايابا. صراحه نهضه بركان اضاع فرصه ذهبيه كيف ما قلت من قبل، يعني صراحه لو انه حقق انتصار كان غيزاحم اكثر واكثر فريق الرجاء، خصوصا على ان اللقاء المقبل غيجمعوا بالخصم المباشر ديالو فريق الرجاء. نمرق اللقاء الثالث اللي غنتحدث عليه في حلقه اليوم، اللقاء اللي جمع ما بين الوداد واولمبيك اسفي وانتهى لصالح الوداد برباعيه لهدف واحد، انتصار جد مهم بالنسبه لفريق الوداد. تحدثت على الوداد من قبل يعني في الحلقات السابقه، وقلت على ان المستوى ديالو بدا كيتحسن، وتحدثت على لقاء المغرب التطواني، قلت لقاء اعتبره شخصيا من افضل اللقاءات اللي شهدتها لفريق الوداد البيضاوي منذ عوده النشاط الرياضي. والوداد يواصل في تقديم الاداء الجيد، والوداد يقول انا حاضر، انا موجود، سانافس لغايه اخر رمق على لقب البطوله المغربيه هذه السنه. الوداد كيف ما قلت استرجع بانتصار اليوم، استرجع المركز الثاني وشدد الخناق على فريق الرجاء البيضاوي، واصبح على بعد نقطه واحده من الرجاء البيضاوي. والوداد سيترقب الجوله المقبله الصدام المرتقب بين الرجاء البيضاوي ونهضه بركان، وتنظن على ان النتيجه المثاليه اللي غيتمناها فريق الوداد واللي غيتمناها جماهير الوداد هو انه يحدث تعادل بين الرجاء ونهضه بركان، لانه في ذاك الوقت الوداد اذا حقق انتصار سينقض على صداره البطوله المغربيه. يعني صراحة شيء يحسب لفريق الوداد، بالرغم من انه عنده نقص في العناصر، تقريبا 11 لاعب اللي كيدخلوا هما اللي كاينين دكة احتياط فارغة، في لقاء اليوم شاهدنا تألق اللاعب بديع اوك
اللي سجل هدفين وبالتحركات ديالو وقام وخلق متاعب كثيره للدفاع اولمبيك اسفي الحداد. هذا اللاعب بلا ما نتحدث عليه تحدثت عليه في حلقات سابقه، يعتبر النجم الاول لفريق الوداد. هناك العديد من الانباء تتحدث على انه غينتقل لقطر، ما عرفتش صراحه صحه الانباء من عدمها. ايضا اللاعب عطيه الله يعتبر مكسب كبير لفريق الوداد. يعني كيف ما قلت اداء الوداد يتحسن في اللقاءات الاخيره، الفريق يقترب من المركز الاول، كيف ما قلت اصبح على بعد نقطه واحده، البطوله المغربيه تزداد اشتعالا وتزداد منافسه. وكما قلت من قبل اللقاءات الثلاث الاخيره ستكون لقاءات ممنوعه على اصحاب القلوب الضعيفه. انتصار جد مهم الفريق الوداد البيضاوي وبحصه كبيره، 4 ديال الاهداف تنظر على ان هذا الانتصار غيعطي عزيمه وغيعطي واحد كما كنقولوا واحد الروح وغيعطي ايضا واحد الانعكاس ايجابي على اللاعبين ديال الوداد فيما يخص اللقاءات المقبله. اخر لقاء اللي غنتحدث عليه في حلقه اليوم اللقاء اللي يجمع ما بين مولوديه وجده وفريق الرجاء البيضاوي. يعني مولوديه وجده الفريق الذي قبل هذا اللقاء كان يحتل المركز الرابع، بتعادل اليوم فقد المركز الرابع وتراجع للمركز الخامس. انتصار الفتح الرباطي تمكن من خطف المركز الرابع من مولودية وجدة. الرجاء البيضاوي كما كنقولوا خرج أقل الخسائر، يعني العزاء الوحيد بالنسبة لجماهير الرجاء اليوم هو أن الفريق ديالها مازال يحتل صدارة الترتيب. الفريق الوحيد في البطولة المغربية اللي مصيره بين يديه هو فريق الرجاء. انتصار في 3 ديال اللقاءات الأخيرة يعني تتويج الرجاء البيضاوي رسميا بلقب البطولة المغربية. يعني هذا هو كما قلت هذا هو الشيء الذي يمتاز به الرجاء البيضاوي على الفرق الأخرى. لقاء اليوم يعني صراحة أفضل سيناريو حصل للرجاء البيضاوي. يعني تصور على أنك عندك لقاء خارج الميدان ضد مولودية وجدة، فريق قوي، فريق عنيد، فريق يقدم كرة القدم عصرية، فريق عنده لاعبين مهاريين بقيادة اللاعب السعداوي اللي تحدثت عليه من قبل في الحلقة ديال التقديم وقلت على أنه لاعب خطير ولاعب مهم. لاعب تمكن اليوم تسجيل هدف تعادل وإضافة كبيرة غيكون لفريق الرجاء البيضاوي الموسم المقبل. صراحة اللاعب عنده إمكانيات كبيرة وتنظر على أنه فريق الرجاء غيعطي أكثر وأكثر. لاحظنا على أنه لما سجل الهدف الأول لم يحتفل. يعني كيف ما قلت افضل سيناريو حصل لك، بديتي دخلتي ماركيتي 3 ديال الدقائق سجلتي الهدف الاول، اللاعبين غيرتاحوا ذهنيا، غيعطيهم واحد كما كيقول هذا الهدف غينعكس عليهم ايجابيا، يخليهم يجريوا اللقاء بواحد الطريقه جيده. ولكن الشيء غير مفهوم يعني تحدثت من قبل قلت على ان بعض الفرق كيماركيو وكيرجعوا اللور، نفس الشيء لاحظتوا. يعني الرجاء سجل هدف وفعوض على انه عوض على انه يسجل الهدف الثاني الفريق تراجع للوراء. يعني شيء غير مفهوم. يعني كيف ما قلت الفريق الذي يريد ان يفوز بالبطوله المغربيه ماشي هو الفريق تماركي بيت وترجع للور، خصك يجب تاكيد الهدف بهدف ثاني ومن بعد ذلك ريح اللعيبيه. التشكيله اللي اعتمد عليها المدرب جمال السلامي في لقاء اليوم، يعني لاحظنا قلتها من قبل دائما المدرب يقوم بتغييرات، ما كاين الفريق تقريبا الوحيد اللي غتلقى من لقاء لاخر غتلقى واحد 3 ولا 4 ديال التغييرات. يعني في الدفاع نفس الشيء، الورفلي واللاعب بانون، بوطيب اللي قدم لقاء جيد ضد سريع واتزم يعني دخل ولعب رسمي اليوم. الرواق الايسر لاحظنا اللاعب جبيره مكان اللاعب نكا. وسط الميدان صراحه اختيارات غريبه من المدرب جمال السلامي، يعني باش دخل نقومه والعرجون لاعبين تقريبا جوج اللاعبين ارتكاز عندهم نفس المهام، واش هذا خوف؟ واش هذا حيطه؟ واش هذا حذر اكثر من اللزوم؟ شيء غير مفهوم. يعني نقومه والعرجون ما فهمتش يعني الخطه، واش حافظي وصانع الالعاب ولا زريده وصانع الالعاب؟ في المقدمه احداد ومالونغو، يعني تاره كنشوف زريده وصانع الالعاب، تاره اخرى كتلقى حافظي ولي طالع. تبادل المهام والتوليفه ديال مالونغو وحداد اثبتت فشلها في العديد من المرات. امبوسيبل على انك تلعب احداد ومالونغو في نفس الوقت. كما كنقولوا دائما اللاعبين كتلقى واحد واقف في بلاصه الاخر ولا جوج ديال اللاعبين واقفين في بلاصه واحده. يعني مالونغو باش نتفاهموا، مالونغو بعد الكورونا ماشي هو مالونغو قبل الكورونا. اللاعب اللي استحق يقود الهجوم ديال الرجاء البيضاوي هو اللاعب احداد. يعني قبل ما يجي مالونغو احداد حسم العديد من اللقاءات بالاهداف ديالو، هداف فريق الرجاء البيضاوي، لاعب عنده الثقه، خليه ماشي في نفس الريتم.
ومالونغو خليه يدخل تدريجيا في اللقاءات، كل لقاء عطيه نص ساعه، عطيه 35 دقيقه، عطيه 40 دقيقه، عطيه الشوط وخليه يدخل تدريجيا. يعني هاد المساله ديال التغييرات كيكون عندها واحد التاثير سلبي على اللاعبين. يعني لاحظنا على ان احداث ملي رجع مالونغو جلس في العديد من اللقاءات في بنك الاحتياط، ولاحظنا على ان المستوى ديالو بدا كيتراجع. يعني صراحه كيف ما قلت الاختيارات ديال جمال السلامي كانت غريبه بالنسبه لي، كنت كنا في الضلع على انه يبدا برحيمي ويجلس مالونغو ويكون احداد راس حربه، يعني ويكون عندك جوج ديال الورقات كما كنقولوا رابحه في الشوط الثاني، متولي ومالونغو يمكن لك تدخلهم منين تحتاجهم. عموما كتبقى هذه وجهه نظر ديالي الشخصيه، ما عرفتكمش واش غتتفقوا معايا ولا ما غتتفقوش، خليوا لي وجهه نظر ديالكم في التعليقات. كيف ما قلت الرجاء افتتح النتيجه في الدقيقه 3 افضل سيناريو، ولكن الشيء الذي يعاب ما عرفت صراحه واش تعليمات من المدرب الفريق رجع اللور ومرديه وجده تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب السعداوي. الشوط الثاني لاحظنا على ان المدرب قام بتغييرات، دفع برحيمي ومتولي، بالنسبه لي علامه استفهام وهي خروج اللاعب حافظي. يعني حافظي لاعب بالرغم على انه في شي لقاءات ما يكونش كيقدم واحد الاداء واو، ولكن لاعب يمكن له يعطيك تمريره ولا يعني لاعب عنده واحد النظره ثاقبه داخل ارضيه الملعب. كنت كنفضل على انه يخلي حافظي داخل ارضيه الملعب. عموما يعني كنقولها ونعاود هذه وكتبقى اختيارات المدرب، ولكن انا كنعطي وجهه النظر ديالي الشخصيه. دخل متولي ودخل رحيمي، مرديه وجده تمكن من تسجيل الهدف الثاني، ومن بعد ذلك الرجاء تعادل عن طريق ضربه جزاء. جاءت فرصه، يعني فرصه لقتل اللقاء عن طريق اللاعب رحيمي، انفراد تام بالحارس في عوض على انه يهز الكره على الحارس، ضربها في الحارس. صراحه يعني كيف ما قلت الرحيمي كيبقى لاعب مهم وكيقدم لقاءات كبيره، ولكن في بعض الاحيان مشكل ديال الفينيشين، مشكل ديال الفينيشين امام المرمى. يعني هذه اي لاعب اول شيء غيفكر فيه على انه يهز كره على الحارس. عموما يبقى تعادل كما كنقولوا باقل الخسائر بالنسبه للرجاء. الرجاء العزاء الوحيد بالنسبه للجماهير هو ان الفريق ديالهم بقى متصدر البطوله المغربيه. الان الرجاء ب 53 نقطه، الوداد 52 نقطه، نهضه بركان ب 51 نقطه. اللقاءات الاخيره تكون لقاءات ناريه ممنوعه لاصحاب القلوب الضعيفه، لقاءات ممنوع فيها الخطا. قلتها من قبل، الفريق الوحيد اللي المصير ديالو بين يديه هو فريق الرجاء. تحقيق انتصار في ثلاثه ديال اللقاءات الاخيره يعني تتويج الرجاء بالبطوله المغربيه. عموما الى لاحظتي وهضرت بواحد الطريقه مختصره على اللقاءات كلها، بحكم على ان سته ديال اللقاءات تلعبات في نفس الوقت، حاولت يعني نعطي كما كنقولوا رؤوس الاقلام على كل لقاء. اهم الراي ديالي مغن على الاراء ديالكم، شاركوا معنا وخليونا الاراء ديالكم في التعليقات. الى قلت شي حاجه، الى نسيت شي حاجه ما قلتهاش ضيفوها في التعليقات وتناقشوا كما هو العاده بشكل ودي. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول. ما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام، غنخلي لكم لينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كره فانز، السلام عليكم. Shake it, baby.